طريق وزي كل يوم ثلاثة وزي ما عودناكم عنا فقرة دوز الفكرة اللي بتكون مع الدكتورة رولا بزدوغي أخصائية في الهندسة البشرية. دائما بنحكي عن مواضيع كتير حلوة بتهم كتير من الناس. اليوم مش عارفة عن شو بدنا نحكي، هلا بدنا نحكي أنا وياها. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي، يعطيكم العافية، كل سنة وأنتم سالمين. وأنت اليوم سالمة. بدنا نحكي عن موضوع السعادة، أهم شيء السعادة اللي هو أنت متخصصة فيها أصلاً السعادة وقديه بتأثر على حياة الإنسان، وبتأثر على دوزان الفكر، وبتأثر على كيف الإنسان كمان ممكن ينهي سنته ويفوت سنة جديدة. فهو بدنا نسأل المستمعين قبل ما ندخل بهذا الموضوع إنه يختاروا كلمة أو كلمتين بتمثل سنة 2020 بالنسبة لهم، وشو أمنيتهم لسنة 2021. إن شاء الله الخير يا رب يا رب. طيب بالبداية كيف بدنا نودع السنة اللي إحنا فيها، اللي مرينا فيها وننساها ونطلعنا يعني نطلعها من رأسنا، كيف ممكن؟ أول شيء إنه نعمل جرد، يعني نحاول إنه نقول هاي السنة شو ما إجا فيها الحمد لله، إذا قدرنا نطلع فيها بصحة، صحة جسدية، صحة عقلية، أمورنا تمام، فهيك نقول إنه الحمد لله شو ما مرق فيها معلش ما في مشكلة، ونسامح أهم شيء نسامح أنفسنا ونسامح الأشخاص المحيطين فينا والظروف اللي مرقت علينا. حلو، هذا أهم إشي. يعني يا جماعة احكوا لنا كيف رح تنسوا أنتوا هاي السنة وشو أمنياتكم على 0788-593-593. طب كيف الواحد هيك يقول يا جماعة هيك أنا بدي أبلش أكون سعيد، كيف بده يأخذ هذا القرار وشو يعمل عشان يكون سعيد؟ أول شيء السعادة قرار، يقتنع أنه السعادة قرار، والسعادة غير منوطة بشخص أو بوظيفة أو بموضوع مادي. يعني ما نربط سعادتنا بأشخاص معينين، ما نربط سعادتنا بمثلا أمور معينة تكون مادية، نربطها دائما بالقناعة والرضا، ونحاول أنه نسامح أنفسنا ونسامح الآخرين وندوز فكرنا هيك نحطه على يعني المؤشر تاعه على السعادة، إنه إحنا بدنا نكون ناس سعيدين. السعادة مش نظرية، ولا السعادة إشي مثلا إنه مستحيل نوصل له أو ممكن نوصل له إذا حصلنا على أمور مادية. هلأ إذا ربطنا سعادتنا، وأغلب الأشخاص للأسف بيفكروا بالسعادة بالطريقة هاي، إنه ربطوها بأشخاص أو ربطوها بمثلا أهداف مادية، سيارة، وظيفة، مثلا نجاح مشروع وما إلى ذلك، هاي السعادة مؤقتة وبتخليهم يرجعوا لوراء وما ما يكونوا مبسوطين، وبكون دائما بدهم إشي أكتر بيفقدوا القيمة، بيفقدوا القيمة. يعني بصير إنه إذا وصلوها لهذا الشيء بصيروا يحسوا إنه قيمته نزلت، وبصيروا بدهم إشي أكتر وأكتر. هلأ ونس إنه حسوا إنه بدهم إشي أكتر وأكتر، معناته بطلت سعادة. هذا صفى موضوع إنه إحنا بدنا نحصل على أهداف تانية أطول أكبر وما إلى ذلك. نعم. طب أخي معنا اتصال، محمد. مرحبا. أهلا وسهلا. كيف حالكم ومساء الخير إليك وللدكتورة. يسعد مساك. أهلا وسهلا. صراحة. تفضل. 2020 كانت مأساوية على جميع البشر. نعم. بس أنا شايفها عادية، ما اختلفت كثير. إيش 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 اللي يعني إيش اللي بالنسبة لك هيك ما اختلف؟ يعني. ما بعرف، يعني كنت استغل كل ظرف يصير في يعني في في الجائحه شغله احسها ايجابيه مش غلط. يعني تعرفنا على جيراننا، وهذا شيء كان انجاز كثير كبير، احنا بمنطقه ما بنعرف فيها حدا، بنعرف بعض، فكانت شغله ايجابيه. موضوع يعني يمكن الشيء اللي كان مزعج للاغلب الموضوع المادي، بس يعني انا ما عمري شفت مثلا، ما سمعت ان في مليونير انكسر، بس هو دائما اللي ما معه اصلا مصاري تضرر اكثر بشوي، بس مش كثير فرقت حياته يعني. متعود بالنسبه له، متعود. المفروض انك انت متعود يعني، واصلا بلدنا واحنا عارفينه امكانياته واحنا عارفين، ما نضحك على بعض. هو صحيح محمد، بس لكن يمكن انت هاي تجربتك، يعني عم نحكي يعني حلو انه انت عندك ايجابيه، عندك تفاؤل، بس يمكن غيرك عن جد يمكن تضرر اكثر، ما عرف يودي حاله لطريق السعاده اللي احنا عم نحاول نوصل له اياه. يعني انت رائع انه انت عندك ايجابيه. برافو عليك محمد. برافو عليك يا محمد، يعني انت يعني اختصرت الاشياء اللي بدنا نحكيها. لما انت فكرت بطريقه ايجابيه وخلقت من المصاعب والمحنه منحه، وحاولت انك تعمل إشي فادك على صعيد شخصي، ممكن يكون حتى على صعيد صحتك الجسديه والعقليه، صحيح 100%. بعدين انا في شغله واحده، يعني في ناس كثير اصلا كانت متعوده على لايف ستايل محدد، وضع كورونا صدمهم، صحيح، فبلش حتى يفكر بطريقه ثانيه، أنا لو إني كنت عامل هيك ما صار فيه. حلو. فكان طلع كل إشي كان إيجابي، أنا من وجهة نظري ما في شيء بيجي من ربنا إنه يكون هيك. حلوة الإيجابية، وإن شاء الله دائما تكون أيامك حلوة ودائما تضلك بهاي الطاقة الإيجابية. طب هاي بالنسبة لمحمد، لنحكي في ناس
تضرروا بكورونا. صحيح. ولا زالت جائحة كورونا مستمرة معانا ورح تدخل معانا بسنة 2021. كيف ممكن يبنوا التفاؤل عندهم، يحطوا السعادة قدام عيونهم ويبعدوا عن نظرية عدم الإيجابية والسلبية بحياتهم؟ أول شيء بدهم يحاولوا يدوزنوا فكرهم إنه بطريقة نتقبل الظروف، يعني ما يرفعوا توقعاتهم للسنة الجديدة، ما يقولوا أنا يعني ما رح أكون سعيد لأنه السنة رح تيجي أوريدي حاملة معها موضوع سلالة جديدة لكورونا مثلا، أو إنه رح يكون يعني تبعات لتسي كورونا اللي مرقنا فيها ب 2020. يحاولوا يتقبلوا هذا الحكي، يتقبلوا الواقع ويحاولوا يطوروا عليه. ولازم يتمتعوا عقلية مرنة، لو كانت عقليتهم مرنة ومش متحجرة بيقدروا انه يستوعبوا ويتأقلموا مع الظروف اللي رح تكون محيطة فيهم ويخلقوا احسن شيء ممكن يطلع من هذا الشيء، مثل محمد ما عمل انه هاي الظروف اللي عم تمرق علينا ان كانت شو ما كانت صعبة بنقدر انه نعمل منها شيء ايجابي ونخلي يعني نكون يعني مستعدين على نحكي خلينا نحكي عقليتنا مستعدة، عقلية مرنة، نحكي شو ما كانت الظروف رح نخلق منها يعني من الصعوبة رح نخلق منها أشياء لطيفة وممكن أنها تساعدنا بحياتنا، نفسيتنا تكون نفسيتنا مهيئة. exactly. هلأ إحنا 2020 صدمتنا، صدمت الناس. صح. كلها كتير من الناس كانوا حاطين أهداف يحققوها بسنة 2020 ممكن ما تحققت، كيف ممكن ينقلوا هاي الأهداف معهم لسنة 2021 ويحققوها حتى مع وجود هاي الصعوبات اللي إحنا منعاني منها هلأ؟ أول شيء الأشياء اللي ما تحققت نحاول نحطها بفريم طبيعي يعني منطقي، ما نحاول إنه نسرح فيها ونحط أشياء أبداً مش واقعية. تاني شغلة، الأهداف اللي حطيناها شو ما كانت الريسورسز أو الأشياء اللي إحنا الموارد اللي بنحتاجها نحاول نخلق حلول بديلة متاحة. يعني أنا مثلاً ما بقدر أوصل لهدفي إني مثلاً أتعلم لغة معينة لأني ما عندي مثلاً بجت أروح أتدرب، أو لأنه الكورونا قعدتنا بالبيت وبطل في حذر وفي حجر وبطلنا قادرين نروح نقعد في مكان مثلا ناخذ دورة معينة او يعني نتدرب في مكان معين. فما نحاول نحط هذا الشيء سلبي او عائق في هذا الموضوع، لا نفكر بطريقه مختلفه. حلو. نحاول انه نقول انه اوكي طب احنا اذا ما بنقدر نطلع في حل بديل متاح اللي هو افوردبل، بنقدر انه نغطي الكوست تاعه مثلا، وبنفس الوقت بنقدر انه نطبقه حتى لو احنا قاعدين ببيت ومسكر علينا وما عم نقدر نروح لمكان ونجتمع باشخاص معينين. عنا انترنت، الانترنت اوبن سورس، تقدر انك تحضر فيديوز، تحاول مثلا تشترك بشيء اونلاين، تحاول انه مثلا يعني بكتير طرق ممكن انه اشياء ممكن تكون حتى مش يعني ما إلها ما بدنا ندفع عليها مصاري، او حتى ما ممكن نعطيها وقت كتير، ما في داعي نطلع برا البيت اصلا عشان نقدر نستفيد من هذا الحكي. فكل هاي الاشياء اذا احنا فكرنا بالطريقه هاي رح نقدر نحقق اهدافنا بشكل منطقي واقعي وحتى يعني شو ما كانت الظروف. اما اذا قلنا ما بنقدر نطلع، طب كيف بدي اتعلم، ما عم بقدر اشوف ناس، في كورونا، في ما بعرف شو، ما بقدر ادفع مثلا المبلغ هذا، هيك رح نضلنا ناجل الاهداف تاعتنا مش لسنه 2021 الى ما لا نهايه. الى ما لا نهايه عن جد. صحيح. طب هلا لو في اشخاص مثلا عم بيعانوا من ضغوطات بالعمل ومش مبسوطين ومش سعيدين وخلص كل الضغوطات حواليهم عم بيشوفوا الدنيا سودة وشايفين السنين اللي هي 2020 ولا 2021 حاطين عندهم امل، كيف ممكن يبنوا هاي الأمل؟ يعني كيف ممكن نخلي إنه السعادة بالشغل موجودة نخليها عندهم، نخلقها عندهم، كيف؟ أول شيء بده الإنسان يحاول يعني يسخر ذكائه العاطفي اللي موجود عنده ويعرف يكتشف ذاته. ونس الإنسان اكتشف ذاته بيقدر يعرف شو بيناسبه وشو ما بيناسبه. وصلنا لهاي هدول، مشينا هدول الخطوتين، هدول المرحلتين سكرناهم، بنقدر نعرف إحنا هل الوظيفة اللي نحنا بنشتغل فيها مناسبة أم لا، هل نحنا المكان اللي إحنا فيه مناسب لإلنا ولا لا. إذا لا، بنقدر نحاول نشوف شو الذكاء الموجود عنا وعلى أساسه شو الوظيفة المناسبة لإلنا وشو الباشن الموجود عنا، وبعدين بنلاقي الوظيفة المناسبة، ووقتها بنبدع ووقتها بنكون مبسوطين وسعيدين وما رح نحس بإنه إحنا يعني كله روتين وماشي ورا بعضه ومش مرتاحين ومش مبسوطين وما عم نضيف، لا إحنا عم نضيف للشغل ولا الشغل عم بيضيف لنا. طب والعكس صحيح، للناس اللي فقدوا وظائفهم بسنة 2020 كيف نخلي عندهم جرأة تفاؤل ويكونوا مبسوطين وسعيدين لحتى يصير عندهم مثلا باب أمل، كيف ممكن؟ أول شيء بدي أحكي لهم يا إنه يعني إذا ما كان في باب هم يحطوا كيف؟
بطريقة كتير واقعية، ما عم نحكي حكي نظري ولا تفاؤل وسعادة بس هيك نظرية، لا، نحاول إنه يعني هذا الباب اللي إحنا بدنا نوجده عن طريق أول شيء نحاول نحكي إنه مثلاً اللي بدنا إياه إحنا نعمله في حياتنا بده يعني يكون أساسه اكتشاف الذات. بعد ما نكتشف الذات بصفي عنا مواهب معينة مدفونة، ممكن تكون إحنا حطينا حالنا بقالب معين عن طريق دراستنا، عن طريق حياتنا وظروفنا، حطتنا في هذا القالب، حطتنا في هاي الوظيفة، خسرناها مش آخر الدنيا، بالعكس امتن لكل شيء موجود حواليك، لكل شيء بين إيديك، أي علاقة موجودة في حياتك إن كانت عائلية إلها دخل بعيلتك بشخصك أنت، حسيت أنه أنت مثلا هاي السنة صحتك موجودة، حياة أحبائك موجودين حواليك، حتى لو خسرت أمور معينة حاول أنك تخلق إشي جديد بالمواهب الموجودة عندك. يعني مش بالضرورة يكون عندك مثلا يعني على حسب الوظيفة اللي خسرتها تلاقي وظيفة، لا، شوف شو المعطيات الموجودة بالمحيط، بديل فيه أحسن. بديل أحسن وممكن يكون أبسط لهلأ للوقت الحالي، ممكن يكون كتير بسيط وأنت ما كنت شايفه ولا حاطه بعين الاعتبار، هلأ حاول إنك تسلط الضوء عليه وتعرف شو اللي بدك. حلو. هلأ في قلتي لي قصة عفريت المي والإدارة، شو قصة هاي العفريت اللي أنا بدي أوصل لهذا العفريت؟ شو هو هذا العفريت؟ عرفنا عفريت عمرو دياب، طيب شو عفريت المي والإدارة؟ هلأ في عفريت المي هو حيوان مائي موجود، يعني الناس بتسميه سمندل، سلمندر، يعني فيه له أسماء كتير. هلأ هذا الحيوان أنا شو بهمني بموضوع دوزان الفكر والسعادة؟ هلأ زي ما أنتي تفضلتي قبل شوي حكيتي إنه في ناس كتير خسرت أشغالها، خسرت ناس بتحبها، خسرت كتير أشياء بهاي السنة. فعفريت المي محير العلماء كلهم بموضوع إنه إذا لا سمح الله انبترت إيده، رجله، أي شيء، أي في إشي خسره بيطلع لحاله، بيرجع بينبت لحاله بدون أي تدخل خارجي. فهذا الشيء محير العلماء إنه طب يعني خلينا كيف ممكن نطبقه على الإنسان، على الخلايا الإنسان، ومش عم بيقدر يوصلوا لهذا الحل، وفي مراكز دراسات موجودة حول العالم مهتمة بهذا الموضوع. هلا احنا ما بدنا نحكي على بشكل جسدي على جسد الشخص، لا، احنا بدنا نحكي على كيف طريقه تفكيره، ليه ما نكون بالضبط، ليه ما نكون احنا زي عفريت المي، لما انتكاسات براثن وتبعات المشاكل اللي حدثت معانا بهاي السنة، الخسارات، التجارب البايخة، يعني خسارات شغلنا، حياتنا، ناس كتير يعني تغلبت بحياتها بهاي السنة، كيف إحنا نكون عفريت مي بهذا الموضوع؟ لما إحنا نرجع نتعلم أول شيء من الأشياء اللي صارت معنا، هو ما بيقدر يتعلم، هو حيوان. إحنا عنا القدرة على التعلم ونستفيد من الدروس اللي مرقنا فيها، بنقدر نحلل المواقف والظروف اللي مرقنا فيها، فلهيك بنقدر إنه نرجع نوقف على رجلينا بطريقة أفضل، ونحاول إنه ما نوقع بالمشاكل والانتكاسات اللي مرقنا فيها، ولكن القدرة على إنه نعمل هذا الشيء من أول وجديد ناخدها من عفريت المي. هذا الإشي الصراحة كتير مهم، وكتير حبيت العفريت. هذا العفريت مهم يكون موجود بدوزان فكرنا. بدي أتشكرك دكتورة رولا بزدوغ عن هاي المعلومات اللي عن جد حلوة وقيمة، وخصوصا بالصعوبات اللي مررنا فيها. إن شاء الله سنة 2021 تكون خير عليكي وعلى المستمعين. بدي أتشكرك مرة ثانية. يا ربي، شكرا لكم، يعطيكم العافية.